الأصابع لا تترك الزنادة في المعركة، لا يوجد وقت لذلك، حتى لا تكون الاستراحة في الحرب طويلة، فهي ليست إلا وقتا قصيرا يقضيه المقاتل للاستعداد لمعارك جديدة قادمة. هكذا هو الوضع في البيضاء، يحرص المقاتلون هناك على الدفاع بشراسة عن مناطقهم، يقابلها قيام ميليشيا الحوثي والمخلوع باختطاف المدنيين. 20 شخصا خطفوا بعد مداهمة الميليشيا منازلهم في مديرية الزاهر لتقتادهم إلى جهة مجهولة بعد شنها حملة مداهمات أخرى على منطقة قوعة آل مظفر في المحافظة. الميليشيا قامت أيضا بقصف منازل المدنيين في منطقتي الغول والجرادي عشوائيا، وتسببت بتضرر عدد كبير منها. أما المقاومة فقامت بهجوم على نقطة للميليشيا في منطقة الشاذبي بمديرية ذي ناعم، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من الحوثيين. كل هذه الأخبار ما هي إلا سلسلة من تلك الأحداث اليومية التي تشهدها محافظة البيضاء، حيث لا تهدأ المعارك فيها ولا انتهاكات الميليشيا أيضاً.